رأي النقاش بخصوص هذا الموضوع. وإننا اليوم نواجه نوعا آخر من وسائل التشويه والتغليط، ولكن ثقتنا فيكم وفي كل المخلصين من الرجال والنساء تجعلنا نطمئن أن أبناء الجزائر الأحرار قادرون على كشف كل الدسائس والأباطيل. فالمنظومة الإعلامية العمومية منها والخاصة دور ريادي في مرافقة عملية الإصلاح الشامل وتحقيق أهداف التحول والانتقال إلى الجزائر الجديدة. كان بزاف من النقاط راهي في من ضمن قانون الإعلام، لكن اليوم سابق على أوانه باش نتكلموا اليوم على قانون الإعلام. مازال يجوز مجلس الوزراء ومن بعد يهبط البرلمان، سيناقش في البرلمان بعد صدور تاعو نتكلموا على قانون الإعلام.